اليوم 6 فبراير موافق الذكرى استشهاد شكري بالعيد وتم تدشين ساحة حقوق الإنسان باسمه بحضور رئيس الجمهورية. تشاهدوا التفاصيل. يبدو أن الذكرى الرابعة لاختيار رمز المعارضة واحد مؤسسي الجبهة الشعبية الشهيد شكري بالعيد اخذت صبغة خاصة هذا العام، وإن تم إرساء نصب تذكاري لبالعيد في ساحة حملة اسم ساحة الشهيد شكري بالعيد لحقوق الإنسان دشنها رئيس الجمهورية اليوم وسط العاصمة. 6 فبراير 2013 يبقى منعرج فارق في تاريخ تونس ما بعد الثورة، حين تم اغتيال شكري بالعيد قدام داره بالمنزه السادس، ولليوم الطالب قيادات الجبهة الشعبية بإماطة الإثام وكشف حقيقة هالاغتيال السياسي. جينا لهنا باش نتأكدوا أن مصرين على مواصلة النضال من أجل كشف كل الحقيقة كاملة اللي متعلقة بظروف الاغتيال متاعو، وخاصة من دبر ومن أمر ومن خطط ومن تسطر على هذه الجريمة. للأسف القضية مازالت تتقدم ببطء شديد بجهود مضنية، معناها نتوصل باش نحلحزوها بعض السنتيمترات إلى الأمام. واضح أنه ثم عراقيل عديدة، واضح ثم إيرادات سياسية لا تريد للحقيقة أن تبرز. الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد كانت فرصة أيضا لتجديد الدعوة لمناهضة العنف ونبذ الإرهاب. الشعب التونسي اللي هو ثقافته ثقافة الاعتدال والتسامح والقبول بالرأي ورأي المخالف، ولا خوف على مجتمع حي فيه مجتمع مدني يؤمن معناها بالدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، وفيه كذلك حراير تونس اللي عكسوا القرار في كل المحطات التاريخية في البلاد. في اليوم الذي اغتيل فيه كان له موعد معي في المكتب على الساعة 10 صباحا، لأن التقيته قبل بيوم وضبطنا موعد أن نلتقي غدا باش نفكر فيه بالإضافة إلى المؤتمر الحوار الوطني الأول. فكرنا باش نعملوا مؤتمر لمناهضة العنف، ما كانش في الاعتقاد أنه الأمر سيصل إلى الوضع متاع الإرهاب اللي وللأسف كان هو ضحيته الأولى. هذا وشهدت مراسم الاحتفاء بيوم اغتيال بالعيد تدشين مدرسة عددية بجبل الجلود من قبل وزير التربية حملة اسم الشهيد شكري بالعيد.